أكد رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله أن إعادة قطاع غزة إلى الحياة الطبيعية الآمنة والوحدة الكاملة مع الضفة الغربية المحتلة وشرقي القدس هي أهم أولويات الحكومة. شدد خلال زيارته الأولى للقطاع على أن سنوات الانقسام باتت من الماضي. ممثلا عن سيادة الرئيس الأخ محمود عباس وعلى رأس حكومة الوفاق الوطني لنباشر مهماتنا في الاطلاع على احتياجاتكم والبدء بورشة عمل كاملة وشاملة وعلى عدة أصعدة ومسارات لنجدة غزة وإغاثة أهلنا فيه والنهوض بكافة القطاعات وإعادة إعمار وتأهيل ما دمره العدوان الإسرائيلي الظالم وتحقيق تنمية قادرة على استنهاض كافة القطاعات وتوفير حياة كريمة. فقد وضعنا سنوات الانقسام وراءنا وشرعنا في تكريس المصالحة كخطوة جوهرية للتقدم في وضع المجتمع الدولي وقواه المؤثرة أمام مسؤولياته في إعادة إعمار القطاع.